<applause> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة الفيزياء ببساطة إذا هذا الفيديو مخصص لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي خيار فرنسية وغادي نهضرو على لا ديستونس داريت دونك بزاف ديال التلاميذ دي عندهم مشكل في هاد لا ديستونس داريت دونك غنشوف واحد ليكزارسيس قبل ما نشوفو غادي نذكرو بالعلاقة اللي كتربط بين لا ديستونس داغيت لا ديستونس دو رياكسيون لا ديستونس دو فريناج دونك غادي ناخدو واحد ليكزومبل غناخدو اون فواتيغ دونك هاد لا فواتور هنايا بيان سور عندها واحد الطريق مثلا كتحرك فيه وهنا كاين عندنا واحد لوبستاكل واحد الحاجز ولا المهم اي حاجه ممكن انها كتشكل خطر على هاد السائق اللي كاين في هاد لا فواتور هادي دونك اول حاجه هنا ملي كيشوف هاد السائق بيان سور هاد الخطر هذا شنو كيتبادر في الدين ديالو كيفكر بانه خصو يضغط على الفرامل اذا ديك المده باش انه يفكر انه يضغط على الفرامل كنسمى كيتسمى لو طون دو ري لو دو رياكسيون كنسمى لو طون دو رياكسيون كرمزو ليه تي ار دونك هاد لو طون دو رياكسيون كيكون تقريبا واحد سكوند بيان 1.2 1.1 عنده علاقه بالسائق يعني الحاله ديالو متفقين دونك ها فهاد اون سكوند هادي من الاول يعني من لو كونديكتور ابيرسوا لوبستاكل يعني منين شاف هذا لوبستاكل هذا غادي تمر واحد السكوند مثلا غتوصل السياره مثلا في هذا المكان هذا المكان اللي غتوصل ليه غيكون هنا يضغط على الفرامل دونك هنا لو كونديكتور كومونسي افريني دونك في هذه هاد المرحله هذه لو كونديكتور كومونس ا فريني يعني بدا كيضغط على الفرامل هاد لا ديسطونس اللي كاينه هنا علاش خلينا هاد لا ديسطونس بيان سور هاد لا ديسطونس هي اللي كتسمى لا ديسطونس دو دي رياكسيون لا ديسطونس دو دي رياكسيون اللي كرمزوا ليها ب دي ار هاد لا ديسطونس دو رياكسيون عندها علاقه بلو طون دو رياكسيون باش ما كان لو طون دو رياكسيون كبير هاد لا ديسطونس كتكون كبيره متفقين دونك ديما اي شخص شاف الخطر اول حاجه كيفكر انه يضغط على الفرامل ديك المده قلنا هي سكوند دونك هذيك لا ديستونس يعني اه في هذه السكوند هادي قطعات هاد اه هذ السياره هادي هاد هذ لا ديستونس منين هذه ضغط هاد السائق على الفرامل هاد هذ اللحظة هادي بيان سور ما غاديش توقف السيارة هنا غادي تزيد واحد المسافة اه مثلا توقف في هاد هذ البلاصة هادي دونك هاد المسافة اللي كاينة هنا من لو كونديكتور كومونسي ان فخيني اه حتى لا فواتور ساغيت هنا مثلا عندنا لا فواتور ساغيت دونك هاد لا هاد لا ديسطونس اللي كاينه عندنا هنايا هي اللي نسميوها دي اف شنو هي دي اف سي لا ديسطونس دو فريناج مسافه الفرمل هاد لا ديسطونس دو فريناج هي واحد لا ديسطونس لي كنبداوها منين كيضغط السائق على الفرامل حتى كتوقف السياره دونك الا جمعنا هاد لي دو لي دو ديسطونس الا جمعناهم غادي يعطيونا يعني من هاد المرحله من الاول منين شاف الخطر هاد السائق حتى يتوقف آه هاد السعيق يعني هاد لا ديسطونس من هنا حتى لهنا هي اللي كتسمى دي ا اه سي لا ديسطونس داريت دونك ماتيماتيكمون دي ا اه ايتيغال دي ار بلس دي اف دونك هادي هي العلاقه باش كنحسبوا لا ديسطونس داريت وهاد لا ديسطونس داريت هي اللي كتمكننا باش نعرفوا واش آه السعيق واش آه تفادى يعني اصطدام بالخطر اللي كاين هنا مثلا في هذا لوبستاكل ولا لا الا كانت هاد دي ا اه سوبيريور ا دي مثلا الا كانت دي مثلا هي ايه لا ديسطونس اونت لوبستاكل اي لا فواتور هي هادي هادي هي دي دونك هنا غادي يصطدم داك لوبستاكل بالتالي هنا ما غاديش يتفادى الخطر العكس الا كانت دي ا صغر من دي هنا ممكن انه يتوقف قبل ما يصطدم داك الخطر مثلا ولا داك لوبستاكل دونك هادي غادي نحتاجوها هاد ليكزارسيس اللي كاين عندنا هنا ديال لا ديسطونس داغيت دونك غادي نبداو هاد ليكزارسيس Un automobiliste a remarqué un obstacle routier à distance 70 de Son vitesse est 60 km par Après une seconde, il commence à يعني هنا لاحظ بانه على بعد واحد 70 متر كاين واحد الخطر طبيعي الحال خصو يتوقف دونك هادشي اللي كاين عندنا كاين واحد الحاجز كيسيون نيميرو 1 دوني لا اون متر بار سكوند دونك اول حاجه لا فيتيس او أه متر بار سكوند دونك بالنسبة لفيتيس حنا كنعرفوا انه الا بغينا بيان سيغ نحسبوا لا فيتيس كنعتمدو على واحد الخطاطة ديجا كنقولها دونك كيلومتر على الساعة الا بغينا نحولو المتر على الثانية او العكس فشنو خصنا نديرو بيان سيغ خصنا نضربو في تلاتة فاصلة ستة أه ولا نقسمو دونك هنا الكيلومتر على الساعة هو اللي كبير دونك غادي نمشيو للجهة الاخرى اللي هي المتر بار سكوند نقسمو على تلاتة فاصلة ستة الطرف الاخر كنضربو على ثلاثة نضربو في ثلاثة فاصلة ستة دائما دونك حنا عندنا اه ستين كيلومتر في الساعة دونك ستين هي هادي غنتبعو السام انا نقسمو على ثلاثة ستة دونك غادي نديرو اه في اه متر بار سكوند Euh, donc, à euh, dire la valeur, de la vitesse en mètres par seconde. Deuxième question Déterminez la distance de réaction dr. Donc dr, vous savez, comme quelqu'un, moi je vais faire, je vais calculer. Il a besoin de calculer dr. Un euh, autre truc. Donc, truc la, on est en train de parler la relation, les chiffres n'ont rien. Il a dit, il a besoin de calculer dr. Truc deuxième, on est en train de parler la vitesse vm égale dr sur tr, le temps de la distance de réaction divisé sur le temps de réaction. وهي لا نطبقونا دونك اه كنعرفوا ان في ام كتساوي دي سور تي دي. وهنا غادي نديرو دي ار وهنا تي ار دونك الا بغينا نحسبوا لا ديستونس دو رياكسيون شنو كتساوي لنا كتساوي لنا لا فيتيس فوا لو طون دو رياكسيون ني جبناها جبناها من هذا المثلث هذا هنا غادي نديرو دي وهنا في وهنا تي دي. ديما الا بغينا دي اه كنقدروا اننا نخرجوها من المثلث بدون مشاكل D V fois T. T, D Donc la vitesse, a déjà en mètres par seconde, c'est le temps de réaction, c'est 1 seconde. temps seconde. Donc c'est une mètres. C'est la distance de réaction. On la distance de réaction. Donc là, ça la masse à on passe à la troisième question. sachant que la distance de freinage DF est égale à 40 mètres calculer la distance d'arrêt. Donc, on a le bon nombre de choses, la distance d'arrêt. Et quand on a la distance d'arrêt, la relation est égale à DA, DR plus DF. Donc, la distance de réaction DR, alors, déjà qu'il y a un NA, je ne sais pas si je suis allé à l'école, c'est un stage facile de stoïcine, un Zidulliat, DF 40 mètres, ou un 56,66 mètres. Voilà la distance d'arrêt. passe à la Derniere question numero 4 est-ce que la voiture la voiture s'arrete avant ou frappe l'obstacle يعني هاد لا فواتيغ هادي واش ولا لا أه دونك حسبنا الدي ا اللي هي 56.66 لا ديسطونس لا هي, هي دي 70 متر عندنا السياره توقف من بعد 66 متر شنو كيعني كي هذا كيعني كي مثلا السياره هنا مثلا هنا السياره توقفت ليا في هذا المكان دونك هذه المسافه هي 56.63 لوبستاك بعيد ب 70 باش بعيد 70 متر دونك هتوقف قبل ما تصطدم لوبستاك وبالتالي هنا غادي نكتبو لا فواتيغ ساغيت افون دو فرابي لوبستاك دونك عندنا لا فواتيغ ساغيت افون دو فرابي لوبستاك لا جوستيفيكاسيون كار

اذا موعدنا في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته